انت تكتب اكتب بحب. حلو بكتب بحب. زين شنو نكتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء. اول شيء إيه؟ اول ما نبدي وش نقول؟ لا اله الا الله الف صلاه على مو بالملعب بسم الله. اي خطوه لازم تبتديها بسم الله. صح صح بسم الله بسم الله. زين فرض عندي سؤال. فرض ان انا كتبت التقرير ونسيت اكتب بسم الله اول شيء، فاكتب بسم الله اول هو اخره؟ اي هذا لما تاكل تقول كذي تقرير ما له شغل. تقرير ما يصير. اول شيء البسمله. ها بسم الله واحد البسمله. حلو الحين شو اكتب؟ التاريخ. تاريخ اليوم اللي ذكر فيه تقرير. صح تاريخي كتب فوق. حلو بعد التاريخ متى ندش بالتقرير؟ ابي التقرير الحين شنو اكتب؟ شنو تكتب؟ ايه شنو اكتب التقرير؟ ها شنو اكتب التقرير؟ اصبح راجو حتى انا كان يكتب لي التقارير راجو. وليش مشتط علي برا عيل وقاعد تصرخ انت مو محترم انت مبذر؟ بصراحة موضوع راجو هذا من سافر خصبق نص اللي بالدوام مو بس انا كلنا مسندين على راجو. انا بعد كان يكتب لي التقارير ومتوهق ترى. زين الحل الحين شلون شو نسوي؟ الحل اقول لك كم الساعة الحين بالهند؟ ايش ترى؟ احكم بدك على الريال. قريت افكاري السطحي. ليش؟ السطحي مالك فهمت السطحي مالك. دق على راجو بعد شنو؟ دق عليه بالله عنده شغله اكيد هو ما طق تذكره وسافر الا عنده عرس بنته يمكن عاد عرس بالهند تدري شنو اسبوع بشارع طويل ما في الوان ما يقطنون بالشارع ما في طماط ما يطقون بعض يطقون بعض طماط ليش عرس؟ حرام عليهم ما ادري شو انت وين الحصله الحين؟ عندك حل ثاني؟ لا صح اسمع مني الحل عند راجو.